ندهنها بشويه ديال الملحه. بسم الله. هذا الكتف اليمين كندير البصله هي الاولى. هذا عندك شي شنو كديرها؟ درنا الربع وشويه ديال الحامه ما عارفينش كيفاش ندير واحد المطيشه محكوكه وكنحركو بالتقليه ديالنا باش نسدو عليها ونخليوها طيب حتى طيب وندير لها الزيتون.
تصير ذا ماشي أيدت المحكمة العليا حكما بإبطال قرار العفو وأعيد اعتقال ديريا أصلاً جات عن الموضوع سنة واحدة هذاك القلب قلب الرياح نوع القلب فين الوردية تبدا اصلا باينه هذه الشحمه هذه الشحمه تبارك الله ما شاء الله كثيره Durma, dice. Pipi.
هذا ديال مريم ما بغاتش كتلف فيه الشحمه. انا فين وديالي؟ ها هو ها هو هذاك نعود مرة جديدة إلى التطورات في العراق ونذكر بخروج عدد من أنصار التيار الصدري في تظاهرة أمام مبنى السفارة السعودية بالعاصمة العراقية في بغداد. صافي سير لا 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 اسف Thank you.
إيناس أنا شو تريد تدرسوا لي؟ بسم الله ما هو غيره. شو تبغى سليم؟ إيناس أنا شو تريد تدرسوا لي؟ بسم الله ما هو غيره. شو تبغى سليم؟ إيناس أنا شو تريد تدرسوا لي؟ بسم الله ما هو غيره. شو تبغى سليم؟ لا. لكن بالتأكيد عندما عاد الفرنسي يتفقد شو جمع؟ شو جمع؟
لكن في قرآن التي كانت الله هاجي يحيى يحيى هاجي تشوف الكرباس هاجي وعلا واش كتير كندير الكرداس كرداس ماشي قزاز اجي وين ناكل تناكل وشرب العصير وشرب المناظر وشرب الحليب كرداس ناكل
دلح
بغات عمر. باش غير فاخر شوية تكونو خمرو Thank you.
جاكوزي وجا واحد البلاصه اللي كانت بابا الناس في هذه الحاله الجديده ديالو فندق بسبع غرف مسبحين قاعه للتكييف اضافه الى باحه للسكان حامت بن قاشور مشروع تم انجازه بغلاف مالي يفوق 25 مليون درهم.